إذن غادي نحاولوا نخصوا هذه الحصة هذه طبعا التقويم والدعم والدروس المستهدفة. طبعا عندنا العطب الكهربائي، الدار القصيرة، وأخطار التيار الكهربائي. إذن تم طبعا انتقاء واحد المجموعة من التمارين اللي فيها طبعا اختبار المعلومات، التمرين الأول، التمرين الثاني فيه التطبيق، والتمرين الثالث فيه الاستدلال. إذا غادي نبداو على بركة الله طبعا إنجاز هذه التمارين، وفي نفس الوقت غادي نقوموا بتذكير بمجموعة من المفاهيم اللي شفناها في هذه الدروس، خاصة السلسلة ديال هذه الدروس خاص العطب الكهربائي، الدار القصيرة، وأخطار التيار الكهربائي. إذا نبداو على بركة الله بالتمرين الأول. فالتمرين الأول إذا نحاولوا نقراو هذا التمرين جيدا. إذن املأ الفراغ بما يناسب من الكلمات. عندكم هنا الكلمات، كاين الصاعق الكهربائي، كاين درجة الحرارة، توازي، إتلاف الأجهزة الكهربائية، الدارة القصيرة، الصهيرة، الحرائق، التوالي، الرصاص. إذن سنقرأ يعني الجمل جيدا. في التركيب الكهربائي المنزلي تشكل خطرا وترتفع كذا أسلاك التوصيل، مما قد يؤدي إلى اندلاع حريق. لحماية الأجهزة من الإتلاف تستعمل، وهي عبارة عن سليك من ينصهر عند حدوث دارة قصيرة ويركب على فراغ مع الجهاز. من الأخطار التي يسببها التيار الكهربائي، إذا عندنا فراغ وفراغ وفراغ نقطة. طبعا بالنسبة لهذا النوع من التمارين فتعطتنا كلمات، ولكن الكلمات غادي ناخذوا من هذه الكلمات وغادي نملؤوا الفراغ بما يناسب. في بعض الأحيان تنجد أن عدد الكلمات يفوق عدد الفراغات، وبالتالي فدائما ناخذوا من هذه الكلمات هذو كلمة المناسبة ونضفوها في المكان ديالها المناسب. إذا نبداو في التركيب الكهربائي المنزلي تشكل طبعا الكلمة اللي غادي نختاروها ما يسمى بالدارة القصيرة. تشكل الدارة القصيرة خطرا، تعرفوا بأن الدارة القصيرة تشكل خطر على الأجهزة الكهربائية وعلى الإنسان. وترتفع، يعني ترتفع، ما الذي يرتفع؟ فلتتحدث الدارة قصيرة ترتفع درجة حرارة أسلاك التوصيل، مما قد يؤدي إلى اندلاع حريق، يؤدي إلى اندلاع حريق. لحماية الأجهزة من الإتلاف تستعمل، هنا شفنا كيف يتم حماية طبعا من الدارة القصيرة. تستعمل ما يسمى بالصهيرة، وهي عبارة عن سليك من طبعا مادة الرصاص، من الرصاص ينصهر عند حدوث دارة قصيرة ويركب، يعني هذه الصهيرة هذا السليك يركب على التوالي مع الجهاز. دائما الصهيرة تركب على التوالي مع الجهاز. من الأخطار التي يسببها التيار الكهربائي، طبعا هناك عدة أخطار. كاين هنا مثلا الصعق الكهربائي واللي سبق لنا تعرفنا عليه، هو مرور التيار الكهربائي في الجسم ديال الإنسان، وإتلاف الأجهزة الكهربائية، والحرائق، شيء كله هو موجود هنا طبعا. إذا الحرائق، ثم الصعق الكهربائي، وهناك الحرائق. إذا فكل كلمة طبعا تناخذ الكلمات وتنظفهم في المكان ديالها المناسب. إذا نشوفوا الآن التصحيح هكذا. إذا نبداو بالجملة الأولى. في التركيب الكهربائي المنزلي تشكل الدارة القصيرة خطرا وترتفع درجة حرارة أسلاك التوصيل، مما قد يؤدي إلى اندلاع حريق. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية، لحماية الأجهزة من الإتلاف نستعمل الصهيرة. الصهيرة وهي عبارة عن سليك من الرصاص ينصهر عند حدوث دارة قصيرة، عند حدوث دارة قصيرة، ويركب هذا الصهيرة ولا هذا السليك يركب على التوالي مع الجهاز. ثم أخيرا، من الأخطار التي يسببها التيار الكهربائي، إذا هناك ما يسمى بالصعق الكهربائي والحرائق وإتلاف الأجهزة الكهربائية.
إذا هذا التمرين دخل في طبعا استعملنا لاختبار المعلومات ديالكم حول المفاهيم اللي شفناها من خلال الدرس ديال الأخطار التيار الكهربائي. الآن غادي نمشيو للتمرين الثاني. التمرين الثاني إذا نحاولوا طبعا نقراو التمرين. نعتبر الدارة الكهربائية الممثلة أسفله. إذا عندنا تراكيب، ثلاثة ديال التراكيب الكهربائية، رقم واحد، رقم اثنان، رقم ثلاثة. سؤال: عين ثنائي قطب المقصر، ثنائيات قطب المقصر، عين ثنائيات قطب المقصر. ثانيا: أنجز تبيانة الدارة المكافئة في كل حالة. ثالثا: عين الخطر الذي ينتج عن إنجاز التركيب رقم واحد. إذن لاحظوا هذه التراكيب الكهربائية، طبعا التراكيب الكهربائية، فنبدأ بالتركيب الأول. عندنا مصباحين مركبين على التوالي، ثم تلاحظوا بأن المربطين ديال هذ المصباحين تم ربطهما بسلك موصل. إذن في هذه الحالة هناك ما يسمى بدارة قصيرة. نقول بأننا قصرنا المصباح L1 و L2. إذن فالجواب طبعا ثنائيات قطب المقصرة في التركيب رقم واحد، إذن كاين المصباح L1 والمصباح L2. بالنسبة للتركيب اثنان، تركيب اثنان، فالمصباح الذي تم تقصيره أو ثنائي قطب الذي تم تقصيره هو المصباح L1. لماذا؟ لأن تم ربط مربطي المصباح L1 بسلك موصل. وفي التركيب رقم ثلاثة تلاحظوا بأن عندنا ثنائي طبعا المصباح ومحرك، هذا المحرك الرمزي المحرك اللي مركبين على التوالي، ولكن ثنائي قطب اللي تم تقصير دياله هو المحرك، حيث تم ربط مربطيه بسلك موصل. إذا نشوفوا الآن الجواب ديال السؤال الأول. طبعا ثنائيات قطب المقصرة، مقصرة طبعا في التركيب رقم واحد. إذا عندنا المصباحين L1 و L2، ثم المولد، علاش؟ لأنه ربط المربطين ديال المصباحين L1 بسلك موصل، في نفس الوقت يتم تقصير يعني المولد. إذا فهنا ثنائيات قطب المقصرة كاين المصباح L1، المصباح L2 والمولد. في التركيب اثنان تم تقصير فقط المصباح L1، وفي التركيب رقم ثلاثة تم تقصير المحرك. إذن هذو دارات قصيرة. طبعا تعرفنا على ثنائيات قطب المقصرة. نرجع طبعا للأسئلة. أنجز تبيانة الدارة المكافئة في كل حالة، ما يسمى بالدارة المكافئة. إذن شوفوا هذه الدارة المكافئة بالنسبة للتركيب الأول. التركيب الأول، إذن عندما يتم تقصير المصباحين في هذه الحالة شنو تيوقع؟ هذين المصباحين غير مضيئين، غير مضيئين. علاش؟ لأن التيار الكهربائي الذي ينتجه المولد غادي يمر من هذا السلك الموصل، وتعرفوا بأن السلك الموصل مقاومته منعدمة تساوي صفر. إذن في هذه الحالة فالتيار الكهربائي كله سوف يمر بالسلك الموصل. إذن الدارة المكافئة اللي غادي نشوفوها بالنسبة لهذا التركيب هذا، فالدارة المكافئة طبعا هي هذه. لاحظوا، إذا عندنا المولد ثم السلك الموصل الذي يمر منه التيار الكهربائي. إذا تلاحظوا من خلال تبيانة أن التيار تيخرج من المولد من القطب الموجب ويمر عبر السلك المضاف ويعود إلى المولد. إذا فالدارة المكافئة التركيب الأول هي هذه. إذا عندنا مولد وعندنا فقط سلك موصل. بالنسبة للتركيب الثاني، هنا تم تقصير ديال المصباح L1، وبالتالي فالدارة المكافئة في هذه الحالة، إذا نشوفوها، إذا لاحظوا معي، إذا كاين المولد وكاين المصباح L3، إذا هنا تم تقصير المصباح L1، إذا فالتيار الكهربائي لخروجه من المولد من القطب الموجب سوف يمر بالسلك المضاف، وبالتالي فالمصباح L1 في هذه الحالة لا يضيء. إذا فالدارة المكافئة، إذا عندنا المصباح L2 ثم السلك الموصل الذي تم ربطه بين مربطي المصباح، إذا هذه دارة مكافئة للتركيب رقم 2. بالنسبة للتركيب رقم 3،
تم طبعا تقصير ديال المحرك، وبالتالي فالدار المكافئ أيضا التيار الكهربائي كله وغادي يمر بالسلك الموصل الذي تم ربطه بين مربطي المحرك. إذا في هذه الحالة فالدار المكافئة تتكون من المولد ثم المصباح L1 فقط، إذا هذا نسميهم الدارات المكافئة لتركيب الثلاث. نمر الآن للسؤال الثالث. طبعا نرجع للأسئلة، السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: عين الخطر الذي ينتج عن إنجاز التركيب رقم واحد. شنو هو هذا الخطر الذي ينتج عن طبعا إنجاز تركيب رقم واحد؟ هنا تم تقصير المصباحين L1 وL2. إذا في هذه الحالة عندما يتم ربط هذين المصباحين طبعا المربطين ديال المصباحين معا بسلك موصل، فالخطر اللي يمكن ينتج عليه هو إتلاف المولد، فالمولد يمكن يتلف في هذه الحالة. طبعا تتعرفوا بأن الدار القصيرة تحدث يعني أخطار على التراكيب الكهربائية، والخطر الذي يمكن أن تحدثه في هذه الحالة هو إتلاف المولد. إذا شوفوا التصحيح طبعا ديال هذه الأسئلة، سبق لنا شفنا الدارات المكافئة. بالنسبة للسؤال الثالث، الخطر الذي ينتج عن إنجاز تركيب رقم واحد أو عن تقصير تركيب رقم واحد هو إتلاف المولد. بعد التمرين الثاني غادي نمشيو للتمرين الثالث. التمرين الثالث: خلال حصة الأنشطة التجريبية طلب الأستاذ من أحد التلاميذ إنجاز الدارة الكهربائية الممثلة في التبيانة أسفلة، ثم بعد ذلك طلب منه تقصير المصباح L1. إذن عندنا طبعا التركيب الكهربائي اللي تتكون من مولد، المصباحين طبعا L1 وL2 وصوف الحديد. السؤال الأول: ضع تبيانة للدارة الكهربائية المقصرة. ضع تبيانة للدارة الكهربائية المقصرة. إذن الأستاذ طلب من التلميذ تقصير المصباح L1، إذن نطلب منه باش نضعوا تبيانة للدارة الكهربائية المقصرة. السؤال الثاني: ما هي الملاحظات حول هذه التجربة؟ شنو هي الملاحظات يمكن أن نضعها من خلال هذا النشاط التجريبي؟ السؤال الثالث: علل هذه الملاحظات، يعني تفسير ديال هذه الملاحظات، ثم حدد مسار التيار الكهربائي في الأسلاك بعد التقصير على التبيان. إذا حاولوا طبعا نفهموا جيدا هذا التمرين هذا، وبعد نمروا جماعة باش نجاوبوا على الأسئلة. إذا خلال حصة الأنشطة التجريبية طلب الأستاذ من أحد التلاميذ إنجاز الدارة الكهربائية الممثلة في التبيانة أسفلة، ثم بعد ذلك طلب منه تقصير المصباح L1. إذن فالتلميذ أنجز هذه الدارة الكهربائية لتتكون من المولد الأسلاك مصباحين L1 وL2 ثم صوف الحديد، ومن بعد طلب منه تقصير ديال الدارة الكهربائية. إذن تبيانة طبعا نمشي ونضعو تبيانة لهذه الدارة الكهربائية. إذن تبيانة الدارة الكهربائية تتلاحظوا نفس العناصر المكونة للدارة، ولكن تم تقصير. نعرفوا بأن المصباحين L1 وL2 مركبين على التوازي كما تلاحظون. إذن فهنا قصرنا، يعني ربطنا المربطين ديال المصباح L1 بسلك موصل. فهذه الحالة عندما يتم تقصير المصباح L1 في نفس الوقت يتم تقصير المصباح L2. لماذا؟ لأن المصباح L1 وL2 طبعا هذا المصابيح تشترك في عقدة كهربائية، هناك عقدة كهربائية لتشترك في هذا المصابيح، وبالتالي تقصير المصباح L1 يعني تقصير كذلك المصباح L2. إذن تبيانة هذه، إذا ضفنا بعد طبعا وضع تبيانة للدارة الكهربائية تم إضافة سلك موصل وتنربط به مربطي المصباح. نمر الآن للسؤال الثاني. السؤال الثاني نرجع طبعا للأسئلة: ما هي الملاحظات حول هذه التجربة؟ شنو هي الملاحظات؟ طبعا بعد التقصير ماذا نلاحظ؟ شفنا من خلال الدرس خطورة ديال الدارة القصيرة. إذا أهم الملاحظات اللي يمكننا نضعها: أولا عدم إضاءة المصباحين L1 وL2،
لماذا؟ قلت لأن تقصير ديال المصباح الواحد يعني في نفس الوقت تقصير المصباح الاثنان، وعندما يقصر أحد ثنائيات قد خاصة المصباح ففي هذه الحالة فالمصباحين الواحد والاثنان لا يضيئان. ثم الملاحظة الثانية اللي هي مهمة جدا أن صوف الحديد سوف يحترق، غادي يحترق يعني صوف الحديد في هذه الحالة، ومن بعد غادي نفسروا علاش هذا صوف الحديد يعني تيحترق. إذن نشوفوا الأجوبة. طبعا بعد تقصير المصباح الواحد نلاحظ عدم إضاءة المصباحين الواحد والاثنان. تلاحظوا كما قلت أن تقصير المصباح الواحد يعني تقصير المصباح الاثنان، وبالتالي فالمصابيح بجوج يعني غير مضيئين في هذه الحالة. ثم احتراق صوف الحديد، لماذا يحترق صوف الحديد؟ علاش شنو هو السبب احتراق صوف الحديد؟ تعرفوا بأنه ملي تنقصروا الذرة الكهربائية تتزاد شدة التيار، وبالتالي تترتفع درجة حرارة الأسلاك، هذه الأسلاك تتسخن كلها، وهذا الارتفاع في درجة الحرارة هو الذي يؤدي إلى احتراق صوف الحديد، يعني أن هذا الصوف غادي يحترق، وبالتالي غادي تقطع الذرة الكهربائية، سوف تقطع الذرة الكهربائية. وطبعا لحماية الذرة القصيرة تستعمل ما يسمى بالصهيرة، وهي عبارة عن سليك من الرصاص ينصهر عند حدود الذرة قصيرة، لأن متى تحد الذرة قصيرة هذاك السليك تترتفع درجة الحرارة ديالو، وبالتالي تينصهر وتيقطع التيار الكهربائي. إذا نمشيو بعد السؤال الثاني، بعد ما جاوبنا على السؤال الثاني غادي نمشيو للسؤال الثالث. دائما نرجعوا للأسئلة. علل هذه الملاحظات ثم حدد مسار التيار الكهربي في الأسلاك بعد التقصير على التبيانة. علل هذه الملاحظات. أولا ملاحظة الأولى اللي قلنا بأن الملاحظات اللي وضعناها من خلال نشاط تجريبي عدم إضاءة المصباحين. علاش تلاحظوا عدم إضاءة المصباحين؟ لأن التيار الكهربائي كله تيمر في السلك الموصل، السلك الموصل. فإلا رجعنا للتبيانة اللي وضعناها، إذا نرجعوا للتبيانة، إذا هنا تلاحظوا ملي تنقصروا الدارة الكهربائية شنو تيوقع في هذه الحالة؟ فالتيار الكهربائي كله تيمر بالسلك الموصل، وبالتالي لأن السلك الموصل فالمقاومة ديالو فهي تساوي صفر، إذا في هذه الحالة غادي نلاحظوا عدم إضاءة المصباح الواحد، وفي نفس الوقت عدم إضاءة المصباح الاثنان، لأن تقصير المصباح الواحد يعني تقصير المصباح الاثنان كذلك. ثم احتراق صوف الحديد، علاش هذا الصوف ديال الحديد تيحترق؟ لأنه ملي تنقصروا الذرة الكهربائية فطبعا تتزاد شدة التيار الكهربائي في الأسلاك، مما ينتج عنه ارتفاع درجة الحرارة. هذا الارتفاع في درجة الحرارة هو الذي يؤدي إلى احتراق ما يسمى بصوف الحديد. إذا هنا تيحترق صوف الحديد. إذا نشوفوا صحيح، إذا المصابيح لا تضيء لأن التيار الكهربائي يمر كله في السلك المضاف، شيء شفناه. يحترق صوف الحديد لأنه بعد تقصير الذرة الكهربائية تزداد شدة التيار، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك، ارتفاع درجة حرارة الأسلاك. إذا حاولنا نعلو هذا أسئلة أو علل هذه الملاحظات ثم حدد مسار التيار الكهربائي في الأسلاك بعد التقصير على التبيانة. إذا غادي نحاولوا نوضع واحد التبيانة اللي غادي نمثلوا فيها المسار ديال التيار الكهربائي بعد التقصير. إذا نشوفوا هذا السؤال الثالث. إذا التبيانة، لاحظوا معي هذا التبيانة، تمثيل مسار التيار الكهربائي في الدارة المقصرة. إذا عندنا دارة تم تقصيرها، يعني تم ربط مربطي المصباح بسلك موصل، إذا التيار الكهربائي تيخرج من المولد من القطب الموجب، فدائما المنحة تنمثلوه بسهم. عند هنا في هذه الحالة بما أن المصباحين L1 وL2 غير مضيئين، إذا التيار الكهربائي غادي يمر كله هو في السلك الموصل هكذا،
ثم يعود إلى المولد. طبعا تقصير الدارة يؤدي إلى زيادة شدة التيار، وبالتالي تنتج عليه ارتفاع درجة حرارة الأسلاك، مما يؤدي إلى احتراق صوف الحديد. إذن فسبب إذن هنا تلاحظوا تنى المنحة ديال التيار الكهربائي بواسطة سهم في الدارة الكهربائية كما متنا يعني في الدارات القصيرة. إذن شفنا طبعا جاوبنا على الأسئلة الثلاث، هكذا غادي نحاولوا طبعا من خلال هاد التمارين تذكروا طبعا الأخطار ديال التيار الكهربائي. فقلنا بأن التيار الكهربائي يسبب أخطارا عديدة، منها مثلا احتراق أو إتلاف الأجهزة الكهربائية، الصعق الكهربائي، ثم ما يسمى بال إذن الصعق الكهربائي، إتلاف الأجهزة الكهربائية والحرائق. وباش نتفادوا هاد الاحتياطات الواجب اتخاذها، هناك مجموعة من الاحتياطات، منها أولا عدم لمس مثلا الأسلاك العارية، عدم مثلا ربط عدة أجهزة بمربط واحد، لأن هذه فيه خطورة كما شفنا من خلال الصورة، أن ربط الأجهزة يؤدي إلى نشوب حريق ويمكن يؤدي إلى إتلاف الأجهزة الكهربائية. ثم شفنا في الحالة الثالثة طبعا ربط الأجهزة ذات هياكل فلزية، خاصة الهياكل المعدنية، بالمربط الأرضي، وتتعرفوا الدور ديال المربط الأرضي، فهو تقينا من الصعق الكهربائي. يمكن نضيفوا الاحتياطات أخرى، مثلا عدم إحداث ثقب مثلا في الحائط اللي فيه أسلاك ديال التيار الكهربائي. ثم مثلا توفر على مآخي التيار ذات أغطية بالنسبة للأطفال، لأن هذا مهم جدا، إلى غير ذلك من الاحتياطات. طبعا والاحتياطات فهي كثيرة وكثيرة جدا. إذن طبعا بهذا التمرين الثالث إذن تنختموا هذه الحصة. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.